إذن السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نعود إليكم من جديد. كيف مغطر نزعج البعض، ولكن على كل حال قلبي تبغيك. إذن نطل عليكم خلال هذا الفيديو، ومن بعد غنكملوا غادي نديروا معكم واحد المباشر. قشر الرمانة شي شوية، ما كاين واش كنسمع، قبلوا علينا وهزوا بينا شي شوية، هزوا بينا. كاين شي كاين اللي تيتقلب، ما تقلب ما تقلب، ما تخاف، ما تدهش، ما تضيب رايي. إذن دائما تسجيل الحضور اليومي مسألة لا تناقش من خلال هذا الفيديوهات اللي تنديرهم خلال المباشرات إلى آخره. إحنا اللي تهمنا أننا نقرب المعلومة إلى الإخوان والأخوات الأحرار والحرائر ويعذرونا دوك اللي يعني تضايقوا شي شوية. أولا باش نكونوا متفاهمين، إحنا راه لسنا ضد أي كان، وتنحتارم جميع الإخوان والأخوات خصوصا الشيوخ ديالنا. إحنا ننتقد فقط، ننتقد ولكن لا نظهر شرا لأي كان. في بعض الأحيان تنخرجوا على السطر، ولكن ما عارفينش إش كاين وما يحاك في الكواليس، لأن أصعب حاجة هو اللي تكون عنده جوج وجه، تكون عنده جوج وجه، وجه ثقة بين الناس، وجه خافي يعني يظهر أمور لا تصب في المصلحة العامة والصفة العامة. إحنا ما يهمنا هو الإنصات للجميع، لأن الجميع كان متضرر، والمتضررون اللي كانوا كتار واللي يعني تضروا بزاف وهما هذو الثمانينات، مسألة لا تناقش، لدينا ما يفيد، ماشي تنهضروا. اللي تضروا بزاف هم المتقاعدون ديال الإعدادي، ديال الإعدادي راه كاين اللي خدم حد السن في 40 سنة ديال العمل، كاين اللي عنده أكثر من 27 سنة في 11 كيخرج بسوق الحداش، كاينين اللي 35 سنة 35 سنة ديال العمل تيتقاعد بالسن التاسع. للأسف الشديد نشوف من غريب الصدف، غريب الصدف كيفاش غمزازي يعني راه لعبوا به كما تنقولوا. قالها صراحة لكن المعترات والإدارة هي من أخبرتني لأن من 2012 بدأ هذا الملف وحليته من 2012، وهذا شيء مجنون الصواب. وأخفوا عنه أيضا متقاعدين من التاسع، متقاعدين من التاسع يدوزوا في بلاصتهم، يعني خير يجلس في التاسع هذا هو الستين، يعني عندهم غير 6 سنين، 6 سنين في العاشر في التاسع ومتخرجين من التاسع، وردوهم ضحايا النظامين، عندهم تعلق بضحايا النظامين، ضحايا النظامين راها معروفه موصول فيها، والشرط الاساسي هو تكون تخرج من السابع او الثامن. كيف يعقل واحد 35 سنة ديال العمل ويتقاعد تقاعدا حد السن وتترقى مرة واحدة؟ وللأسف الشديد من ينزل المرسوم، يعني تنزل المرسوم ديال 19504 اللي هو يعني صدر يعني في الجريدة الرسمية تقريبا 26 جوان 2019، كاين اللي ما تقاعد حتى 31/8/2019 بعد صدور هذاك المرسوم، يعني انه هذاك السعر باقي مزاول عنده رابطه وظيفيه مع الاداره ويتقاعد بالتاسع، توظف بالثامن ويتقاعد بالتاسع. هنا كان خلال في تنزيل هذاك المرسوم ديال 2019، واحد متقاعد وداخل انكلو وتقاعد 31/8/2019 ويتم الاستثناء ديالو والاقساء ديالو،
ويمشوا للوزير كما داروا الان بن موسى داروا الامزازي وتيقول لي ما كاين شي واحد باقي عندنا في التاسع لانها امزازي عليكم على يقين وكان عارف باقي الناس قاعدين في التاسع ما يمكنش اللي غيبدا يرقي متقايدين من العاشر الى الحادي عشر ويخلي الناس اللي كاين اللي عنده 35 سنه واقي يعني من صدر المرسوم باقي يعني تيشتغل يعني راه بحال باقي مزاول متقاعد 31/8/2019 ويتم الاقصاء ديالو وعنده هذيك الساعه في التاسع تقريبا شي عشرات سنين قال لك 4 شهور ويدوزوا 4600 خريج التاسع يعطوهم 4 سنين ترقيه مباشره 2019 2020 والان يرجعوا ثاني 5 سنين واحد يخدم 35 سنه ويتقاعد التاسع ويترقى مره واحده هنا تتحيلنا الى هذه اللوائح ديال الدرجه المحدثه ديال الخارج السلام اللي سبقوا 4000 برسم 2023 متقاعدين ديال 2023 وتنشوفوا كاينين اللي عنده يلاه عنده 29 سنه ديال العمل وتتقاعد قال لك حد السن في حين ان الخانه ديال اللي خاصها تكون يعني فيغور في هذيك اللوائح هي الخانة أو الكولون العمود اللي خصو يكون التاريخ الجدية باش يثبت للملموس أنه فعلا خرج حد السن لأن اللي خرج حد السن خصو يكون بالمواليد ديال 61 الآن 2023 والآن راهو خصو يكون مواليد 61 ولا 62 إذا كاين بزاف ديال الاختلالات بزاف ديال التجاوزات اللي تمارست في هذا الأمصازي وقالوا لي ما كاينش واحد تاسع وأستغرب قالها هكا أستغرب أن شي واحدين تيقول لك راه باقي في التاسع ولكن من شاف لي ليست دافونسمون تروازيام كراد ديال المقيدين بالسلم التاسع متقيدين اللي تقاعدوا بالتاسع وتقيدوا من 12 مقيدين هادو راه مقيدين في جدول الترقي لأزيد من 3 سنوات قبل حد فيهم الاسلاك ويتقاعدوا يديروا فيهم البوطة ويتقاعدوا بالتاسع ترقية استثنائية ويتقاعدوا بالتاسع إذا هنا يحيلنا إلى ماذا؟ أن المرسوم راه كان واضح تيقول لك الغير مستفيدين من المرسوم ديال 2019 تنشوفوا بعض الإخوان يغردون خارج السير يغردون خارج السير وحنا ما بغيناش ندخلوا في التفاصيل ديال الملف لان راه ما يمكنش نكون انا نتبع تفاصيل ديال الملفات اخرى والملف اللي تيعنينا اللي هو ديال ما يسمى بضحايا النظامي ما نكونش عارف ليه التفاصيل ديال المفاصل للاسف الشديد ان بعض المتطفلين اللي تيجوا حتى لاخر المطاف لا علم لهم يعني بتفاصيل الملف تيبغوا يفشوا بشان الاخرين اذا تبعونا في واحد المباشر ونعطوا لكل واحد حق ديالو حنا ما تنبغوش نهضروا لان كاين بعض الخطرات الصراحه والحقيقه تزعج البعض اذا لك خاصكم تزعجوا من هذوك اللي طافوا وداروا هذيك الحلول تزعجوش منا حنا نقربوا لكم المعلومه كل واحد عقله في راسه تيعرف الخلاص ديالو وايضا غادي نهضروا على حامل الشواهد العليا وغادي نقول ثاني الدكاتره نقربوا لهم المعلومه ما يقولوش ثاني يسحبونا حنا اللي تنتبنوا هذيك المعلومه غادي نقول لكم المعلومه اللي كاينه وغادي نحاولوا نوضحوها ونقربوا لكم يعني داك الشيء اللي غادي يكون اصلا لو بغيتو تلومو لومو هذوك اللي تيديروا هذوك اللي تيكونوا تيتفاوضوا مع الوزاره ماشي حنا
دور 120. المشكل كاينش معانا نرجع للماكدور ولا كنت نقولها لك قلت لكم دور وترجع للماكدور مني كان الحراك في الأشد في الأوج ديالي اش كنت نقول لك من الدور ترجع للماكدور غير دور تايو مني كنت يقول لك النقابات لا تمثلون وغادي يرجعوا بداو يتجمعوا في باب الرواح في الوزارة غير دور تايا وغادي يرجعوا للماكدور بداو تاني يتجمعوا في العرفان في المواليد وذلك ما تم بالفعل وما يتم الآن وما سيتم مستقبلا. إذا نشوفكم في واحد مباشر بعد شي شوية نديروا معكم واحد مباشر. المهم باقين على العهد والوعد نطلبوا من الله التوفيق للجميع. غتكون هناك بعض الأشياء إن شاء الله ولكن هما راه الحاجة اللي لما كانش في القانون المالي راه ما يمكنش لها تكون. راكم شتو ميني الحراك فرض الواقع ديالو فرض بالضبط ديالو فرض الوجود ديالو وكانت هناك زيادات بزاف ديال الأمور اللي طافت وما كانش في القانون المالي ديال 2024 يعني راه ما كانوش هما اصلا بروغرامين في القانون المالي ديال 24 لا يعني باش يرسموا ولا يديروا اطر الاكاديميات ولا يديروا ولا ام ديال الموظف ما كانوش كانوا باغيين يخلوهم متعاقين الى اخره. زيادات تكميليه وزيادات ديال 1500 ما كانوش ناويين يديروها لان ما كانش في القانون المالي ديال 24 ولكن من تفرضت راكم شفتوها الان بمرسوم داروا يعني تطعيم هذيك الميزانيه ديال 2024 بمرسوم ودخلوا 14 مليون درهم الى الخزينه العامه لتغطيه هذيك الالتزامات اللي التزمت بها الحكومه مع النقابات ولا مع المركز ديال النقابات سواء الحوار الاجتماعي المركزي سواء الحوار الاجتماعي القطاع الخاص بالتعليم. اذا الان هم يجهزون يعني القانون المالي ديال 2025 والامور اللي غادي تكون فيه اللي غادي يدوز فيه. اذا ننتظر لموانف لان الماليه الان منكبه على اعداد القانون المالي وهذاك الشيء اللي غادي يكون في القانون المالي والالتزامات والمنكبه اللي غادي تحال يعني كل شيء غادي يتبان من هنا لموانف. اذا كل شيء غيوضح دور 120 مشكل كاينش معانا يلا دور.